ومن خان يونس بجنوب قطاع غزة ينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة. بشير أهلا بك، ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية حتى هذه اللحظة. تحية لكم. يعني لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، ليس فقط الحربية وإنما كذلك الطائرات الاستطلاع التي تشارك تلك الطائرات الحربية في التحليق بكافة أجواء قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارات على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، هذه الغارات التي استهدفت منازل للمواطنين وخلفت 6 شهداء وعدد من الإصابات نقلوا على إثرها إلى مشافي الجنوب. هنا في مدينة خان يونس أيضا كان الطيران الحربي الإسرائيلي ارتكب عدة غارات بحق منازل المواطنين الفلسطينيين ودمرها فوق رؤوس ساكنيها. لا زالت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان وتقوم بالبحث عن مصابين أو شهداء، ويعني أسفل ركام المنازل المستهدفة، ويعني تأتي بهم إلى هذا المستشفى من أجل تلقي العلاج. أيضا إذا ما تحدثنا عن منطقة المغراقة وهي في أقصى شمال المحافظة الوسطى على المنطقة الفاصلة ما بين محافظة غزة والمحافظة الوسطى، حيث تعرضت سيارتين إلى قصف إسرائيلي مباشر ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الفور بسبب هذا القصف والاستهداف المباشر لتلك السيارات في منطقة المغراقة. الحديث عن مدينة غزة والشمال، لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بشن غاراتها باتجاه عدد من الأهداف في حي الرمال وكذلك حي الزيتون وحي الشجاعية في مدينة غزة، بالإضافة إلى مخيم جباليا في شمال قطاع غزة بشير، وحيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في تلك المنطقة. بشير، وتيرة الاستهداف التي أشرت إليها ما بين الشمال والجنوب كما هي إذا ما قورنت بالأيام السابقة؟ يعني نحن مع كل عدوان وقبل أي هدنة في كل عدوان اعتدنا أن تكون وتيرة القصف الإسرائيلي في ارتفاع مستمر. هذه الليلة هي من الليالي الصعبة التي بدأت منذ ساعة من الآن، والطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة وتشن غاراتها بشكل عنيف باتجاه عدد من المناطق في قطاع غزة. هذه الغارات العنيفة يعني تبدو أن الليلة القادمة هي ليلة صعبة أو من الليالي الصعبة التي يشهدها قطاع غزة خلال هذا العدوان الإسرائيلي. نتمنى أن تكون ليلة هادئة، ولكن يعني نحن اعتدنا قبل كل عدوان وقبل أي تهدئة في كل عدوان أن تكون الليالي والساعات الأخيرة هي ساعات عنيفة باتجاه قطاع غزة. نعم بشير، النطاق الجغرافي كما هو؟ نطاق الاستهداف أقصد. يعني القصف هو طال خلال الساعات الأخيرة كافة محافظات قطاع غزة. هنا المناطق الجنوبية التي يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة كثف فيها الاحتلال الإسرائيلي من غاراته، نتحدث عن المغراقة، نتحدث عن خان يونس، نتحدث عن رفح، نتحدث عن القصف المدفعي الذي يتساقط على المناطق الشرقية على طول المنطقة من المنطقة الوسطى حتى رفح جنوبا، تتساقط عليها هذه القذائف بشكل عشوائي. يعني قطاع غزة بجميع محافظاته من شماله إلى جنوبه يتعرض إلى غارات إسرائيلية متتالية وكذلك إلى قصف مدفعي. بشير، وحين تتحدث أنت معنا الآن عن هذه الاستهدافات التي انتقلت بها جغرافيا بين مناطق الشمال ومناطق الجنوب، هذه شاشة القاهرة ترصد منطقة الشمال من قطاع غزة في عملية تصعيد كثيفة تابعناها من خلال الأنباء العاجلة ومن خلال هذه الصور التي تأتي إلينا من داخل قطاع غزة. ونستمع الآن إلى هذه الأصوات، أصوات الانفجارات وهذا الوميض الأحمر الذي ينطلق، يبدو أنه ينطلق صوب كما نشاهده الآن ينطلق صوب آليات عسكرية لأن هذه المنطقة ترصد الناحية الجغرافية من شمال قطاع غزة في تصعيد لقصف جوي ومدفعي وصاروخي تم التوقع بحدوثه في مثل هذه الساعات قبل إقرار هذه الهدنة التي من المفترض أن تبدأ في 7 صباحا بتوقيت غزة بتوقيت فلسطين، ما يطلق عليه بارتفاع مستوى المخاطر التي أقرها الجيش الإسرائيلي بأنه على ما يبدو أقر فكرة المخاطرة
في لحظات قبل وقف إطلاق النار في محاولة لتوثيق وضع القوات على الأرض من الجانبين، من جانب قوات الاحتلال أو من جانب قوات المقاومة العاملة على صد هذا الهجوم. سيتم توثيق وضع القوات بعد إقرار الهدنة على ما يبدو من قبل الأقمار الصناعية في تثبيت تموضع القوات، ومن ثم ستتم المحاولة العسكرية لتحقيق اختراقات في أي موضع كان، لأن تموضع القوات سيكون هو خط التماس الذي سيتم البناء عليه بعد انتهاء هذه الهدنة التي تستمر لأربعة أيام. وهذه الصورة القادمة إلينا في بثها الحي من داخل قطاع غزة في رصد جديد لا يختلف عن سابقه لاستهدافات لمناطق متفرقة. هذا الموقع تحديدا في شمال قطاع غزة، أعود إليك بشير لنكمل ما جاء في هذه الصورة وتحدثت عن استهداف لمناطق الشمال، تفضل يا بشير. يعني مناطق الشمال لا زالت تتعرض إلى هذا القصف الإسرائيلي العنيف، ونحن نشاهده عبر يعني هذه الشاشة، ما تقوم به الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات مكثفة في محيط المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة. هذا المستشفى أو الذي أكدت وزارة الصحة بأنه تعرض إلى قصف مباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدف مولدات هذا المستشفى وجزءا من المباني التي بداخل هذا المستشفى، مما أدى إلى دمارها بشكل كبير. نحن هنا نتوقع يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية اقتحام خلال الساعات القادمة لربما لداخل هذا المستشفى، المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة، وهو ما نشاهده من يعني تكثيف الغارات وإطلاق الرصاص الحي والقذائف المدفعية باتجاه مباني هذا المستشفى. على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في يعني سياسته في تدمير مشافي قطاع غزة وعزلها عن تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين. يعني نتوقع أن تكون هناك تكرار لتجربة مستشفى الشفاء وكذلك المستشفى المعمداني وما جرى مع مستشفى القدس. هذه التقديرات جميعها تشير أن المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة بات يتعرض إلى ذات الهجمة الإسرائيلية. صف لي يا بشير الحالة المزاجية لأهل قطاع غزة مع اقتراب ساعات الهدنة على أن تتحقق في السابعة من صباح هذا اليوم. أعلم أن السؤال في غير محله اتصالا بهذه الصور التي تأتي إلينا مع استمرار القصف الإسرائيلي. يعني الشارع الفلسطيني هو اليوم يعني يتوقع بأن تستمر هذه الهدنة وأن تدخل حيز التنفيذ عند الساعة 7 صباحا، ولكن أمال الفلسطينيين بأن تستمر هذه الهدنة وأن لا يتم اختراقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني خلال الاعتداءات الماضية كانت تتم هناك هدن في الماضي، وكان بعض الهدن هذه يتم اختراقها من الجانب الإسرائيلي، لكن يعني على كل حال الفلسطينيون هنا توقون إلى أن تتم هذه الهدنة من أجل يعني الحصول على بعض المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي ستدخل إلى جانب إلى قطاع غزة من الجانب المصري عبر الشاحنات التي سيتم إدخالها عبر معبر رفح. هذه الشاحنات سيكون لها دورا أساسيا في التخفيف من معاناة الفلسطينيين سواء على الصعيد صعيد المواطنين النازحين وكذلك على صعيد المستشفيات والكوادر الطبية. أنت تعلم أن قطاع غزة بات فقيرا لكل المواد الغذائية كذلك الوقود الذي شل مناحي الحياة. نحن ننتظر أن تتم هذه الهدنة وأن تدخل هذه الشاحنات وتشكل شريان حياة من جديد للمواطنين الفلسطينيين المحاصرين هنا في قطاع غزة. بشير جبر مراسل القاهرة، شكرا لك إذ كنت معنا من خان يونس بجنوب قطاع غزة.